جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع. أيمن الذهبي يتجاهل طليقته أصالة في حفل زفاف ابنتهما شام الذهبي، ووضع زوجها فائق حسن في ورطة. علق أيمن الذهبي طليق الفنانة السورية أصالة على الضجة التي سببتها صورته التي ظهر فيها مع زوج الأخيرة الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك أثناء حفل عقد قران ابنة هشام. وقال الذهبي في حديث له مع برنامج إيتي بالعربي أن يلتقط رجل صورة مع زوج طليقته أمر غريب، ولسنا معتادين عليه في الوسط الفني أو الوسط الاجتماعي، ولكنني أتمتع بقدر كاف من الحضارة والرقي، وتجاوزت المراحل القديمة التي اعتاد الجمهور عليها. لا الحقيقة يعني هلا أكيد هي يعني موضوع غريب مو معودين عليه لا بالوسط الفني. وأضاف: هؤلاء أبناؤنا، من واجبنا أن ندعمهم ونقف إلى جانبهم ونشعرهم بالسعادة، ولا بد أن نتعب من أجلهم من الآن وحتى آخر يوم في العمر. هذا وكان تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة صورة وصفوها بأنها غير اعتيادية تجمع طليق الفنانة السورية أصالة أيمن الذهبي وزوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك من أجواء حفل عقد قران ابنتها شام الذهبي. وكان لافتا في الصورة التي ظهر فيها كل من الذهبي وحسن وهما بكامل سعادتهما، إذ كان واضحا أن علاقتهما جيدة، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير وأثنوا على علاقتهما. وكان من التعليقات: حلو روح التسامح والمودة بهيدي العيلة، صورة تدل على التحضر والرقي، النهايات أخلاق يديم المحبة. يشار إلى أنه كانت اجتمعت الفنانة السورية أصالة بطليقها الأول أيمن الذهبي، وذلك في حفل عقد قران ابنتهما شام الذهبي على خطيبها أحمد هلال. وشاركت شام المتابعين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام صوراً من أجواء حفل ظهرت فيها إلى جانب والدتها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن ووالدها أيمن الذهبي وأفراد عائلتها وعائلة العريس. وكان أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري في تصريحات صحفية تفاصيل تعاونه مع الفنانة السورية أصالة نصري في أغنيتين، منهما واحدة ستكون مفاجأة أصالة لابنتها شام في حفل زفافها. يا عيني عليكم قمة السعادة كمان. وقال الخضري: أتعاون مع أصالة في أغنيتين، إحداهما أغنية لابنتها الدكتورة شام والتي سوف تهديها لها في حفل زفافها، أما عن الأغنية الثانية فستكون ضمن الألبوم التي طرحته أصالة قريبا وتنتمي لنوع الأغاني الدرامية. مش صعب أخلي اللي أنا بتمنى يبقى حقيقة، وأنا لازم أكون. يذكر أن هذا ليس أول تعاون بين عمرو الخضري وأصالة، حيث تعاونا سابقاً في أغنية حيطة سد والتي حققت نجاحاً هائلاً، وما زالت حتى الآن تحصد عدداً كبيراً من المشاهدات على يوتيوب.